التي تدين كثير من عناصر النظام السابق وارتباطتها في القاعدة. هذا الاكتشاف الخطير الذي أوجده كان أحد الأسباب التي أدت في القاعدة بتوجيهات من بعض عناصر النظام السابق في التخلص منه. هذه نقطة. النقطة الثانية، يريدون أن يوجهوا رسالة للرئيس عبد الرب منصور بأنه كلما كلف من إحدى الشخصيات الجنوبية المحترفة في قيادة القوات المسلحة أو في إحدى المهام الصعبة مثل التي كلف فيها اللواء الشهيد، سيتم اغتياله أو التخلص منه بهذه الطرق وبأخرى. ألا يعني ذلك دكتور رياض ياسين كل هذه العمليات أن تنظيم القاعدة لا يزال فاعلا ويستطيع أن يصل عبر عمليات نوعية إلى قادة ومسؤولين؟ للأسف هذه ليست عمليات نوعية، هذه عمليات قائد، ليست عملية نوعية. لا، هذه تدل أولا على أن القادة الجنوبيون الذين يعملون في الجيش اليمني يتصرفون بمرات يعني بحسن نية وبعدم احتياط. كما نلاحظ من خلال العملية أن الرجل كان بجانب منزله في منطقة ريمي وهي منطقة متوسطة الحال، بالإضافة إلى أنه يستخدم سيارة هايلوكس عادية وليس من السيارات، وليس لديه ذكر الحراسة القوية التي يستخدمها قادة الجيش الآخرين. في الأخير يجب أن نشيد بأن الرجل استطاع أن يتخلص من القاعدة في ظرف أسابيع محدودة بقوات قليلة من الجيش اليمني، بينما الجيش اليمني المدرب على حرب مكافحة الإرهاب والذي يملك كل الأسلحة لا زال محاصرا في صنعاء ولم يسمح له أن بقية النظام السابق أن يتوجه إلى أبين. على ضوء هذه العملية وهذا الاستهداف دكتور، أعذرني على المقاطعة، هل هذه العملية ستعرقل عمليات الجيش أو تلك الوحدة التي تباشر القضاء على تنظيم القاعدة، أم أن القرار اتخذ ولا رجعة عنه؟ لا بالعكس، القرار قد اتخذ، ويبدو أن الرئيس عبد المنصور أصبح كل يوم أكثر صرامة وأكثر حزما في التخلص من القاعدة وفي من يواليها ومن يحاول أن يدعمها من الخفاء. الانتصار الأخير الذي حصل في أبين أثبت أن القاعدة عبارة عن عصابات مسلحة تحظى بتمويل ودعم محلي أكثر منه خارجي. هناك قادة جيش سابقون سابوا المعسكرات وفتحوا لهم تسليح حديث وتسليح قوي، وجاء هذا الرجل ليقضي عليهم في ظرف أيام معدودة، واشترك معه في التخلص من القاعدة قوات محلية ومتطوعين محليين، وذلك يثبت على أن أبناء الجنوب أكثر ناس يرفضون تواجد القاعدة. إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بأبناء الجنوب دكتور، لماذا لم يكن ذلك ممكنا من قبل أن يقوم أبناء الجنوب بطرد عناصر القاعدة؟ لم يلقوا القاعدة عناصر القاعدة تعاطفا محليا؟ لا، ليس هناك أي تعاطف، لكن أبناء الجنوب لم يستطيعوا التخلص من القاعدة لأنه قادة الأولياء الألوية العسكرية وقادة الوحدات العسكرية اللي كانت متواجدة في المناطق الجنوبية هما من المناطق الشمالية وهما من أقرباء الرئيس السابق والذين كانوا يتعاونون مع القاعدة بشكل أو بآخر. طيب هل تعتقد دكتور رياض أن الحل العسكري أو العمل العسكري سينهي القاعدة، أما تلك المنطقة والجنوب تحديدا يحتاج أيضا إلى عمل سياسي ومشروعات تنموية؟ بالتأكيد، لا يمكن لأي عمل عسكري وحيد أن ينهي القاعدة. القاعدة تحتاج إلى كثير من الأمور، بالإضافة إلى العمل العسكري والذي تم أخيرا، يجب أن يكون مصاحب له عمل تنموي، عمل اقتصادي، عمل سياسي، استيعاب كامل للقضية الجنوبية حتى لا ترتمي بعض المتحمسين للقضية الجنوبية في ظل العنف والذي قد يتزاوج مع ما تهدف له القاعدة من خلق كثير من الفوضى. يجب أن يكون هناك مسارات متوازية على كل الاتجاهات لحل الأزمة اليمنية الواحدة. أشكرك الناشط السياسي اليمني، شكرا لك.